أنت بتعرف يمكن جميعا أن هناك لفظة مشهورة على لسنة الناس هي حب الوطن. شو الإيمان؟ أخليك معي يا أبو فارس. حب الوطن من الإيمان. هذا بيقول أن الرسول قال حب الوطن من الإيمان، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عجيب والله عجيب. وقف في على مكة يوم الهجرة اسمع الله يهديك، قالوا والله إنك أحب بقاع الأرض إليك. اسمع الله يهديك، ما بيجوز مصادر الكلام. أنا بدي وصلك لهذا الحديث. بارك الله. أنا ما عم أقول لك حب الوطن مملية وما بيجوز، لا. أولا عم ألفت نظرك أنه هالجملة اللي هي شائعة بين الناس أن الرسول قال حب الوطن من الإيمان، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. هل صحيح أن حب الوطن من الإيمان أم يجوز حب الوطن؟ في فرق، شيء يجوز وشيء له علاقة بالإيمان. أي شيء له علاقة بالإيمان فهو مستحب وأنت صاعد حتى يصير فرض، صح ولا لا؟ لكن الأمر الجائز سواء عليك فعلته أو تركته. حب الوطن أمر غريزي، حب الوطن أمر غريزي مثل حب الحياة ومثل كراهية الموت. فالإنسان بحب الحياة لا يمدح ولا يذم، لكن يمدح ويذم باعتبار ما يتعلق بحياته، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وشر عمله. فإذا حب الوطن أمر غريج في الناس، ولذلك قال تعالى في حق اليهود ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. لماذا؟ لأن الإنسان يتعلق بوطنه، فالتعلق بالوطن أمر غريزي أمر طبيعي. ولكن حب الوطن لا لذاته، لا لأنه أرضك فلسطين فأنت بتحب فلسطين دينا، لا. ضحت أصوات الدعاة الإسلاميين بالتفاخر بأن من كمال الإسلام وعظمته أن كل بلاد الإسلام هو وطن واحد، صح ولا لا؟ هاي من الناحية الإسلامية. أما من الناحية الغريزية الطبيعية المفطورة، الواحد بيحب مش الوطن فلسطين، بيحب البلدة التي ولد فيها، بيحب الحارة المحلة اللي ولد فيها. هذا ما له علاقة يا أخي بالإيمان، هذا له علاقة بطبيعة الإنسان. ولذلك فيجب أن نفرق بين، بدي أرجع أنا لحديثك. صحيح أن الرسول عليه السلام لما عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة توجه إلى مكة وقال أما إنك، انتبه بقى الحديث كيف يختلف الأمر عن المعنى لدار في ذهنك خطأ. الحديث ليس له علاقة بحب الوطن أي وطن كان، له علاقة بحب خير بلاد الله. أصيبالك، قال عليه السلام إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ليه؟ لأن وطنه؟ لا، لأنه خير بلاد الله، ولأن هذه مكة أحب البلاد إلى الله، بالتالي أحب بلاد الله إلى رسول الله. فإذا هذا الكلام لا يطبق على كل بلاد الدنيا. فمثلا لا يجوز لمسلم، نضربها كما يقولون علاوي، أخرج من بلد مصر مكرها، يلتفت يقول أما إنك من أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. ما يجوز الكلام. فأنت يا أخي تبارك الله فيك، العلم نور، فلا يجوز الإنسان المسلم أن يتكلم بغير علم، لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم،
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.